بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بإن آيات بقول الله تاني يشان إلى آيات بقول يصدون يتضبع وصورة الأنعام درسيه روحه الدنبيي وإذا جاءتهم آية آية محي مركي أتما قالوا وحيده لن نؤمن حتى نتا مثل ما أوتي رسول الله إلى أن نجعل أن لو وحيه دمر ما ينينه مرك الله عليه الله أعلم حيث يجعل رسالته بشر رسول لماذا دق إسلاقرا ونبي الله محمد سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وأصيب الدونة قل يها الدنبابي دلي ألا أكتيس إي عذاب شديد الله ما يشهو حال يري فمن يريد الله أفكي الله الدونة أن يهديه إنه هنونيه يشرح حفري أو واسع صدره قلب جيس للإسلام إسلام مدو واسع ومن يريد غفكه الله دونه أن يدله إنه لنيه يجعل حكيه لصدره قلب جيس ضيقا كي عديده حرجا وميلك قال الله وإس العديد أون كأن مواصدي يسعد يسوى فولي في السماء يسمى فولي وكما يشان تسالة لإنه قسيي الله عليه قفك الله حنونين قلبك سال فرا صدر بالعبري قلبك لو جيدا قلد بلاقد وحيرا من تعبير المحل وإرادة الحال وينا قلد بلاقد صدر بالعبري ودنهن لو جيدا مركو قفك الله خير لدونه قلبك سال واسعين واسعين تو واسعين فهمد الله فري نبي قال له ويدي سيده قلبك لو شرح با ليريو نور يقذف الله في القلب بوت ونور الهي قلبك كتوري مركو فهمك يا قوسي سي حسوستيسا يا واسع marka hore ilaa waxa la sheego maskaxda qabanaysa qalbigay ku ridi marka qalbiga kala shaqeynayo fahmay qofkii ilaahay inuu lumiyo uu doono qalbigiisa dayiqan ciriiri bu kadige harajan oo lama galaya yaani ciriiri waa haraj waasil ciriiri laakin meel laga galo waxaan lahayn ba haraj leeyd waa sidii isagoo samada fuuli oo kale macnaha sidii samada aduu qof isku dayo inuu fuulo ayna suuragal u ahayn وقلبك وغيظنا إنه حق وقلاء إنه سورة قلوة هنوية فكرة ديروك لأنه كتب تايو حلوك هذي قفكم مركو كر وحسي فولي وحدير فولي نفس ويكو عريريم ويكقبس من نفس نفس صفي عنو قايما ميس مركا قفكا وحلميدي هاي دنبي لها والضلال كألا أحكمي سيدي إسوا سمد فولي بكردغانتا يعني قفك إسكد إنه سمد فولي سونا أفولي كرين يونه إساقنا أفهمين إنه قلبك إسوا عقلين فمن يريد الله قفك الله لدونه أن يهديه إنه هنونيه يشرح وفور صدره قلبك للإسلام إسلام كوفر إسلام لماذا إيه حق وفور قلبك سفام بجالا نور بجالا وحول بو حسوسنا ومن يريد قفك الله لدونه أن يدله إنه لميانا يجعل حكية لصدره قلبك ضيقا كي عريريا وما لقى قال الله حرجنا آد عريري واه إن كأنما واسدي السبب ومركي حقا لو شيء قيو يسعد فولا في السماء سيدا قفك السماء إنه فولا إسكد يا أين سورة قالوا أهين يا كان إنه وحفام سورة قالوا أهين كذلك سيدا كإقابة الله دول دقاي وقلبك سوحبه قلين يجعل الله الله إيالا الرجسة قرنك إيا الدنبقة على الذين كوي لا يؤمنون أرمين فيكس هو معنى بذنبه ليه وحا قرمان با ليه دنبقة ليه شيطان كان ليه عذاب كان ليه إنك سور ريجزيك وعذابك كخاسي هاي مارك ريجزيك وحاوية دنببا دشي سسارا سيدا ننك أسهر وحفا مواي إلهي الضلالك كحكمي يا قف كستأو آن مؤمن هين يا دنب دشا وقساري كذلك سيدا سننك أسهر دنب إله أويهي on qalbigiisa waxba u galeynin uu yajalu allahu alla u yeeli arfijta dambi qurun ala alladina kullu yu'minuna arfumayn qofka aduuna mu'min ahayn wa wasakhwayn wa hada jidkan aad ku taagantahay nabiga ilaah muhammadow siratu rabbika rabbiga jidkiisi way mustaqiman xaalu toosan yahay qad fassalna wa an kala cadeynay al ayati ayadaha li qawmin qawm baan u cadeynay dakkaruna wa antumay jidkan hadda adigu aad haysato kuu dalal ku waka jidkan hadda aad uga haysatay waxyiga lagu waxyooday waajidkii Alla oo toosan way waliba waa la kala sharxay waa la cadeeyay cidii wax garanaysa
oo ku awl falaysa waa loo cadeey quraanka kariimka ah waa ka macna xun dadku waxay qoraan yaa ka adag oo ka adag fahmi karimays minaad ko kala saad ku fahamta way adag tahay quraanka kariimka hal kelimo oodan macneeda fahmaynin ma jirto way waa wax loo ogaaday allah wuxuu leeyahay wahaada jidkan aad ku taagan tahay siraatu rabbika rabbiga jidkiisi weeye mustaqiman xaal uu toosan yahay arabiga siraada mustaqimka waxa loo yaqaan wada toobiya ah oo wadooyin qalqalloocani ay hareeraha ka yihiin arabiga kaas loo yaqaan qad fasalna waan kala cadaynay waan fasalina waan kala digdignay al ayati ayadihi liqawmi qawm yadakkaruna waan toomay quraanka kariimkii wuxuu anfici qofkii xaq diyaaro ah qofkaas uu anfici lahum dadka muuminiinta oo mudhakiriinta oo aayadaha fahmay waxa u sugnaaday daaru salaami nabadgelyada daarteedi yaa u sugnaatay waa jannada way qul yaa waxay dhahay daaru salaami allaha salaama daartiisi tafsiirkan kala ka fiican daaru salaami baan u yeelay lahum waxaan u yeelay muuminiinta daaru salaami nabadgelyada daarteedi waa daarta waxa way aan dib kale in cinda rabbihim rabbigood agtiisa cinda rabbihim tu waxay ishaare waa qiyaamaha way marka qiyaamaha la joogo daartay galayaan wardaar nabadgelyo taata nabadgelyo maxaa lagu helay quraanka kariimka lagu helay wuxuu allana waliyuhum naasirkooda weeye ama maamulahooda weeye sabab ima shay sababti yey daarta ku galay allana uu ugu kaalmayn kaanu ahay yacmaluna kuwa camal falab baleeg masalada tixraaco maxaa lagu galay jannadii alla maxaa lagu helay ku dhaqanka quraanka kariimka tariiqadii nabiyilaha maxamed lahum daaru salaami baa u sugnaatay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa wahuwa allana waliyuhum kaalmeeyahooda weeye u gargaarahooda weeye bisababi maashay sababtii yacmaluuna ayuu camal falayeen ay camal faleen wa yowma maalin bal nabiyullaahi maxamed oo hadda sheeg yaxshuruhum alla uu soo ururin dadka jamiican dhammaan waxaa la dhihi marka yuqaal lahum waxaa loo dhihiyaa macshara aljinki jinka jamaacadiisiiyo qad istakthartum waad badsateen milal insi insiga waad ka badsateen oo dad badan baad ukunteen وقال أولياؤهم سينك أوليدي سين وحيده كل صاحبهم من الإنس ربنا ربك واستمتعوا وكرة عيسي بعضنا قارك يوم ببعض قارك كلا وأرلق الله افتيض وكرة عيسي وبلغنا وانو قارني أجلنا أجش يدي الذي أجشي أجلت لنا أدنوم ديسي ما لنت قيامها لك أنا لديه جنكيو إنسيك واد كبت ستين واد بوبتين معنى الدب بدن باتح وكنتين وضوف ستين وي استكثرتم waad badsateen oo gacantaad ka buuxsateen jinka insiga isagal insigii baa u garaabi marka isigii baa jinka u garaabi oo anaga laftayadu waa ku raaxaysan nabeelay sidee noogu raaxaysteen marka jinku muxuu insiga kaga raaxaystay markay lumiyaan iyagoo insigu ka sharaf badan yahay yey shayda yey ka tala qaadanayaan jinkii arabtu bariga markay tog cilla amaraan oo jin joogo jinkay waan ku magan galbay dhig jireen markaas uu jinku isla weynaan jiray jinku raaxada uu ku raaxaystay waa mid ah iyaguna raaxada ay ku raaxaysteen waxa way wadadii xaq ahayd bay ka leexiyeen wada nafta u roono sinadii iyo tuugadii iyo waxa iyay ku hanuuniyeen marka taas way raaxada ay jinka ku raaxaysteen oo jinkii baa wadada ka lumiyeen wa yawma maalin sheeg baa la yidhi nabiyullaahi maxamedow yaxshuruhum oo alla shirin jamiican dhammaan oo uu alla dhihiyaa macshara aljinni jinkii jamaacadiisiiyo qad istakhsartum waad ka badsateen min alinsi insiga xaggiisoo dad badan baad lumiseen wa qaala awliyaahum jinka saaxiibadood waxay dhihi oo min alinsi insiga ah rabbanaa rabbigayow istamtacu ku raaxaystay bacduna qaarkayo bibacdin qaarka kale oo siday jinku noogu raaxaysteen oo noo xukumeen oo madax u noqdeen yaanu anagu ugu raaxaysan waxyaabo badan oo naftu jeceshahay iyo noo qurxiyeen wabalaqna waan gaadhnay ajalana muddada yadii alladii ajalkii ajalta lanaa aada noo muddayso oo dhimashadii ah qaala alla wuxuu dhihi annaaru naar baa maswaakum huyaatinkiinna ah degaankiinna waa naar khaalidiina way ku waari fiihaa dhexdeeda ama waad ku waaraysaan ilaa maa shaa allah alla intuu doono mooyaane ina rabbaka rabbigaa xakiimun kiif maamul wanaagsan weeye caliimun oo og istisnaha ilaa maa shaa allahuda culmadu waxoogay way waxyaabo badan bay ka bixiyeen ilaa khaalidiina fiiha abadan baa la ysku ogaa waa laga soo reebay ilaa maa shaa allahu baa layidhi qolyo waxay ku fasireen
إلا ما شاء الله أنتو الله دونه وأنت محشرك يا نار تجلي ده ولا حيسك أنت هسينا نار تكود عشرينين قلينا وحيد هو أنت يادون كتشوجين قلينا وحيد هذين دت قالا دن دت كتشيره ينكواري دونين مرك إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله أفكو الله دونه نار تكوارينينه وقت كان قالا الله الله يدت كتشيره يادون كلا تشوجي دت كتشيره ودينا مسلم الله كسر ربي ابن كثير سيدا ساونا سنبولي هاي الطبرين وحولي هاي وانت محشر كي يقول لحي سي ينار تقلي الدين انت سينكو الدين انت نحشر كي مار تقلي إلا ما شاء الله دو انت الله وحولي هاي قال الله وحولي لي النار النار با مسواكم نقاديكين امرشات كن نقا نيسان خالدين حالات كواريسان فيها دحدث إلا ما شاء الله انت الله دونه انت اذا ولي النار تقلي ويهي oo maxsharka aad joogtaan inna allah la hakeem ka falsan way aliim no og wakadalik sida jinku u lumiyay insiga yaanu nuwali ugu gacan galino u tawlisiinay baadho zalimiina zalimiin taqaar kood baadho qaar ka kale bi sababi ma shay sababti kaanu ahaan yaksibuna kuwa shaqaysta sida jinku insiga u lumiyay ya qof kasta oo zalima zalim loo hukun siin zalim ba madax looga dhigi qofku markuu zalim yahay أو حق الدين ظالم كلا قاعد في اللوجني ووحيابه هذا لا أبا دموي ولكن دتك حق كل إحدان الدين ظالم بقى قاعد في اللوجني حكومي أولين ولا أبيلين أهله هذا كله أول بكون سمين وسداوي سيد جينك إن سجل اللوجو قاعد قلي أدوش اللوجا ساري أو وددي وقل لي هي يا قف كست أو ظالمة يا ظالم كلا اللوجو درا ما تحل لوجدي ووحله هو بوي وكذلك السيدة jinku oo insiga u xukumay yaanu nuwali u xukun siin u tawlisiin baadho zalimiina zalimiin taqaar kood baadho qaar ka kale bi sababi ma shay sababti kaanu ahaan yaksibuna kuwa shaqaysta ya ma'shara aljin jinki shirkiisi iyo wal insi insigiyo alam yaatikum yaanu idin imani rusulun rusul oo minkum idin kumido idin la jinsi ah kuwaas ay qusuna idin ka qisooda aleikum dushina ayati ayadahayga wayunzirunakum idin diga lqa yawmikum maanta la kulankeeda oo haada kana maanta inaad imanaysan idin ka diga qalu waxay shahidna waan cadeyno mar khaatan kana ala anfusina inay fusushu dasho gaarsiye markaas ay qiranaya waqadatum alhayatu dunya noloshaan gaaban ba ku kadisay oo inay sida nuun moodi iska noolaanayaan bay laahay wa shahidu waxay كوقرن على أنف على أنفسهم نفتوه أنهم يو كانوا كافرين إنهم مركا يجوب شو جيهم المحكمة دي الله تاجين إنه قال أهين ويسكو عدين جن الله عليه جنك ينسجيو ميا الرسول إذن كإذن كمله إذن شكت آيات هاي جموانة إذن من إذن دكتة ما شاء الرسول منكم علماء قار بايري جنكنا الرسول بيليه ينسجون الرسول بوليه مركا حقيقة الصلاة ما هي rasuulka insiga un baajin kana rasuulu ah marka rasuulsha insigu waa dadka intay quraanka dhageystaan oo yimaadaan ya qawmana ajibu da'a ilaahi ilaahu ula taga jinki oo wuxu sheega kuwaas ayaga rasuulu waa ducaad iyaga waxa la joogaay marka waxay yiraahdeen miyal idin digin markii la yiri waan qisray bay ilaahay nafxayada in rasuulu nootimid wax walba noo sheegeen adunyadii baan ku kadi su'aal la yahay waxay moodayee noloshaan bay macaansanay waa sideenano kale innagana way ina haysataa adduunka marka joogtaa isku halayn cibaado iyo waxaad alle la hortagi lahayd si sameeyso washahidu waxay ku qireen ala afusihim naftooda annum iyo kaanu inay hayeen kaafiriina gaala markii adduunka joogeen inay gaala ahayeen bay marka maxkamada horteeda iyay ka qireya marka meesha waxa lagu tusaaleynaya alle hortiisa waxa la tagi lahayd hadii bima maxaad amal fashay umrigaagi maxaad ku halaysay allahayo wuxuu baan la ilaaha illallah وأنت كنشري وأنا حجيشري وحي خير سمينشري ويدلب النغطة إلهي سبحانه وتعالى وكودنا بالناف سؤال شونا ميل دادكو جوغا بلقو سؤالي ماي داد خير لاتماد لكن هذا شر لاتماد دادكو هرتي سألقو سؤالي ألقو فضيحين يا معشر الجن جنكي شركي سيو والإنسي ألم يأتكم موانو إذين إمن رسول رسول منكم إذين كي إذنكم إذن لجنسي وأفكي نقوها الليسا kuwaas ay qusuna idin ka qisooda idin ka sheekeyo aleekum tusiina ayati ayadahay wayu diruunakum idin ka diga
لقاء يومكم ما أنت على كلن كذا هذا أتنا بالثنا أشوفان ميال لين شيء قالوا حين شهدنا عضين مخاطان كناهي على أنفسنا نفتنا وحنكو عضينا إنا إن يفسوش نوي ما دينه الناس يعني وقررت محاكوك هذه شيء مرك يدونك كن ولا ين اللعب هذه سواي الحياة الدنيا نلاشان قابن الدنيا من الدنيا هذه لا كان نلاشان حوي من الدنيا من الدنيا هذه نلاشان دوي الحياة الدنيا وشهدوا حيكوكره ويكو عدين على أنفسهم نفتوضة أنهم يو كانوا إنهم كافرين قالوا ذلك دقنين تاسي ذلك الدقنين تا وقال له أدقى يددك محاقوعا أنه حال يشاني لم يكن ربك ربك معها ملك القرى ما قالوا أحد هلاك بظلم بسبب ظلمهم إياك ظلم قودك ما هلاك والحال أهلها قريوين كأهل كودون غافلين أهل ماسيهم وللو دقين الله وحو وقدري فسوشا جنكا ينسيقا وحرسوشا الله وقدري الله سبحانه وتعالى حكمة ديسو حوي قف غافل الدلمي جيسين الله لان لفظها بظلم علماء التفسير بيكب حيانا قول يو حيدهم بظلمهم يقول ظلمي جيس سمايين يقول لبراروشنين ليودقين الله ألاق مهاي علماء غارنو حيكو فسرين إلهي ظلم وظلمية يكقر دنيه عدنا وما ألاقه غافلين marka waxay u badan tahay bidulmihim yaa culimadu u badan tahay iyaga dulmigooda al uma halaaga way ta kala waa suuragal way dalika rususha la diray halkaas ay ku noqon aanu xaaliye shaani ah lam yakun rabbuka rabbiga ma aha nabii ilaahay muhammadow mulikal qura qaryooyinka magaalooyinka yaa laaga bidulmin bisababi dulmihim dulmigooda sababti dulmigooda sababtiisa wal hal ahluha qaryooyinka dadkoodu qafilun ila ma sayhiino an loo digino waxba loo sheegay حتى نبعث فيهم رسولا ولكل درجات ولكل كل أركو قفهن يقفهن أكثر وحوصل درجات درجوين من أجل ما عملوا حي عمل فلين درتي وما ربك الربك ماها سبحانه وتعالى بغافل أحد هالمانسا عما يعملوا حي عمل فلين قفهن يقفهن أكثر درجة لك للي كي وناكسنا كافي على درجة في عبوه لي جنة وقال درجوين بوه لي كي حمان الدرجوين حق نارتها يوهل ولك لا درجة سرية نارتها لفتانا مركا حق مركا لاستعمالها ينارتها دركات بالينا جنة نواة درجات وحي هوس وكلا سرية دركات بالينا ولكل كل أركا وحاوسونا دي أو خلقك درجات درجوين من أجل ما شيء درتي عملوا عمل فلي قف والعمل كيس الدرجة ذي جيسه وبوشوا وما ربك الرب قام معها بغافل أحد هالمانسن أما يعملون وهي عمل فليان شري خير ذاتك وهي عمل فليان الله بك لا حساب تمي سبحانه وتعالى والربك الغني والربك الرب قال نبي الله محمد الغني كهذا نوي عن خلقه وكمار ما ذو الرحمة الرحمة كأصحابه وين إن يشاء هذو الدون يذهبكم وإذن بابين وإذن تكسين ويستخلف وحيد صور دبا مرن من بعدكم دبا دي مركات باب بعضان ما يشاو حدون كما أنشاءكم سيدو إذن كبا إذن كأبوري من ذرية تر من ذرية قوم قوم ترن كآخرين أوكالي الله هو غني عدنا أمباهنا هذا مع ذلك هو ذو الرحمة مركي أحدكم غني هاي هذا إنك لحلين مركي اللي إله ذاتك أغنية دي انت بدل مرة رحمة بدنا الله هو غني وعدنا أمباهنا هذا مع ذلك هو الرحيم في أحمد دي سوى الديار يساقون أن دنك لهين وجيدك لك لهين يقولون حديث أمد دي ساسين الله سبحانه وتعالى حدود دونه وبإذن بابين بإذن تكسين وإذن صوت دبامارين وعلى وحود دونه سيدو إذن كبا إذن كأبوري قولك لا ترن كان قولك لا بابادي بإذن صوت دبامارين مركب عوية قول إذن كإذن كدنا عبدا إذن كفي عن مركي إذن كدب كاد جيستين درتي حدو ألا إذن هلاقو هو إذن كفي عن باميسي لكيني وين وربك الرب قال نبي الله محمد الغني كهذا نوين كم مع عيد والبا ذو الرحمة هذا نم رحمة الصاحبة إن يشاء هدو دونه ألا يذهبكم ويدين تكسين ويدين بابين ويستخلف ويدين صوت دبمر من بعدكم دبدين انت هذا لك سنتين كدين ما يشاء وحدون كما أنشاءكم سودو إذن كبا إذن كأبوري من ذرية قوم قوم ترنكي آخرين وكالي marka macnaha digniin baa leena seenaya hadda xumaanta ka joogu weydaan allah dankale idin kama la weydin baabeen way
intii nabi ilaahi muusa ka horaysay cidii dambi la timaad waa la rogi jiray waa la baabayn jiray intii nabi ilaahi muusa ka dambaysay jihad baa la jideey marka dhibaato kale oo dhacdo mooyey wax la dabar gooyay ma jiro inama tu'aduna waxa la idin ballan qaadayaa la idin yaboo ilaatin wu iman kuma antum idinkuna ma tihidin bimu'jizina kuwa alla ajiz galino ka baxsan kara ma tihidin qiyaama marka qiyaamaha joogtaan Allah baa idin xukuma waxa la diyaboo hayaa wu iman doona oo qiyaamuhu wu iman doona shar iyo khayr waxa samaysan wu iman doona allana kama adkaan kartiin oo kama carari kartid meel aad uga baxsataan malawin inma tu'aduna waxa la idin ballan qaaday la idin yaboo hay laatin wu iman وما أنتم يدكون متيدين بمعجزين كوا العجز قال إنك روك عرني كره أما كرلو من كره متيدين قلوا حاتل النبي الله محمد يا قوم تلك يوم اعملوا عمل فلا على مكانتهم طريقة هذا هدى كتتان كو عمل فلا إني أنا قلنا عاملوا وحنكو عمل فلا على طريقتي وحبا إسكما كين قلين فسوف تعلمون واد أغان دونتان من تكون قفك يوهات الله يساق عاقبة الداري دارت عربت هذا وناكسن adduunka qofka gargaarka ku hela oo aakhira jannada ku hela waa mid ugaan doontaan innahu allaa yuflihu innahu shaani allaa yuflihu maguuleystaan adh-dhaalimuuna adh-dhaalimuuna maguuleystaan allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay nabiyow waxaad ku tidhaahdaa waxba inama kala galine wa meesha ilaahdo ciisa bidin muusa bidin haweenkan ka maqla jiray labada ruux waxba isuma keen jiraan waxba isuma keen jiraan marka aayadaha noocaan oo kala waa inta jihad kala sharciyeen ayadaha nabiga la leeyahay qolada faraha ka qad waa inta jihad kala sharciyeen markii jihad kala sharciyeey gaalada waxba laga qaba kiyada barra sameeyo waa laga goyn way qul waxa tira ya qawmi tolkayo i'malu amal fala ala makanatkum tariiqada adaysan ku amal fala inni anigu aamilun ala tariiqati ana taydan ku amal fala fasawfa ta'lamuna wa ugan doontaan man ahad ki takunu lahu ayusuna ta'aqibatu dari daata ilibteeda daar dunyada wal aakhira adduunka qofka gargaarka hela oo guusha hela oo wanaag hela aakhirana khayr ka hela waa mid ugaan doontaan innahu sha'niga jira waxa weeye la yuflihu maguuleystaan adh-dhaalimuuna adh-dhaalimtu maguuleystaan waja'alu lillahi waja'alu waxay u ahaysiyeen u yeelay lillahi alle mimma ki haqi sadara wa aburay oo min al-harf beera walan aami xoolan noola nasiiban qayb ay ka siiyeen فقالوا وحين هذاك لله أن أصغناك وبزعمهم سيدا يغلطاي كل ما الله له وهذاك أن لشركائنا شركاء يدي النبي أن الله لو ذا جنجر يصغناك فما كان وحيوا هذا لشركائهم شركاء هذا فلا يصلون قاري مايو إلى الله ألا قاري مايو وحبك سين مايا وما كان وحيوا هذا لله ألا فهو يصلوا قاري إلى شركائهم شركاء هذا ساء وحاح ما يحكمون وحي حكمين daqanka carabta wuxuu ahaa beer baabixi qaybta waxa leh weelay sanamka iyo kuwa wadeega qaybtaana Allah la beelay qaybta Allah la ay leeyihiin fuqarada iyo masaakiinta martida siinaya qaybtana sanamka iyo cida u khidmaysa iyo ku sii iyo ku bixinaya xoolaha nool inta waxa leh sanamka marka sanamka intuu adeegta caanaha looga liso hilibkooda loogayn intaana Allah la beelay fuqarada iyo masaakiinta siinaya waxa waxa sanam kuleeyahay markuu baabo Alla wixii u lahabay seenaya walaa isagu waa qani uma baahna bay leey sanamkuna waa faqir bay leey waxa Alla leeyahay markuu baabana waxay dhihi Alla waxba Alla siin mayno asnaamta waxba lagama qaadi karo waa fuqaro waa sharci iyagu ay sameysteen garo waa sharci ay sameysteen way marka wuxu dhana Alla ba isla leey gabi ahaan ba Alla isla leey laqbaduna waa sidan wajacalu waxa u yeeleen لله ألا مما كي حقي سدراء وأبوري ومن الحرث بيرة ولن عام نعملي نصيبا وفهده فقالوا حيث إن هذا لله بزعمه مسيق الله تعالى بيرتي وميش انت الله يده انتان الله لا انتان صنم كيو خادمين تي سالح وحي الله لها هدو بابه وحبو علين مهيا وحا الله نفقر دي وحا سيسيني وحي صنم كلها هدو بابه وحي الله يقصه قاضي وفكرة حمو وهذا كان لشركائنا أبو أسبنا ذي كوان ألاك لو ذا جنجي في عبادة فما كان وحي أسبنا ذي لشركائهم شركاء ذو فلا يسيل قاري ما إلى الله ألا ووحي وحي الله لها مركو دماغه وحي شركاء ذو لها أسوى قادم هيا ومساكين تمسينيا
وما كان وحي أسقنا ذي لله ألي فهو يسل وقاري إلى شركائهم شركاته وقاريه وحي أسنامت الله مركو بابه وحي الله لها بيثينا يعني أسنامتي ساء وحاهن ما يحكمون وحي حكمين وفكرة دي أي آمنينه أسلامتي أغدنا إنا يا وحنو أسمادي آدو عابد أسلامتي يا آدو عابديا مركا أسلامتي سينيا ويحي آمن سيين إلهي نغني هنا وحبا أبهاني هذا نبع ذلك وحنو آمن عابديا وكذلك سيدا كوا الشيطان كو أغو قرحي يزيين أغو قرحي لكثير إن بدن أمي رسولين كمدا قتل أولادهم عروتوا هذا الله انتوا شركاؤهم بأغو قرحي شركا دي جنكي يا شيطان كي شركا دي يا أغو قرحي ليردوهم إني هلاقان درسين وليلبسوا إني خلدان عليهم دشوا دينهم دينتون ماشي وحوية حاجة عرابة مركلة قتل أولاده مستر مضاف إلى مفعوله وطمم بفاعله بأن الأمر كان عرابين قتل دفاعل كذوا شركاهم مركا انت عيالك برارب وكذلك الصدا شيطان كو قرحي يزين قرحي لكثير انبدا أو من المشركين مشركين تكمل قتل أولادهم أولاده الله انتوضى شركاؤهم بأقرحيه تشينكي بأقرحيه ليردوهم إني هلاقان وليلبسوا إني خلدان عليهم دينهم لو سيود بقول لي إنكرينه قبلها ويحبال نولو لينكرين قبلها ويحبال نولو لينكرين حبال نولو لينتو متقان عرورتو متقانين فوحي أنا مركان عرورتهم أكو عياري كير انت روح عيد كرنا ولا حبال نولو لين مركا قبله وحيليه وأنو كو عيبو بينه هذي قبله دي إلا قفاسا سورة قلا سكلا سورة قلا ويعاسيان قبله قارن مرنا وحي وجهي ذا للإملاق خشة الإملاق قاتشي كعب سنيانو قاتشي كعب سنيانو إنا وحبوينو يالك يابنه بيليهن ساسي أولين كيرونو دقن كوضاها سيدا وحا أقرحيي شيادين تا إيو أضياشي كواوين ما سيدا أقرحيي الله وحليه ولو شاء الله الله دو دونان ما فعلوه سيدا ما سمعيين دي الله دون سيدا ما سمعيين الشيدان بعد دوف سديوين ولو شاء الله الله دو دونه ما فعلوه سيدا ما سمعيين فذرهم إسكاقتك يوما يفترون وحي بين أبورتان يسوداكتك وكينو لنا آيادها نوعنا وانت الجهاد كلا الجهادين لا شرعيين مركي جهاد كجيري الجهاد كلا شرعيين طلابا لقا قاد فذرهم إسكاقتك يوما شاقي يفترون أي بين أبورتان نبي الله محمد والله سبحانه وتعالى.